أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. تسببت الحرب التي شهدتها البلاد بنزوح مئات الآلاف من المواطنين خارج اليمن، الأمر الذي زاد من عدد المغتربين اليمنيين في الخارج. ملايين اليمنيين المغتربين من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر وتركيا ودول الخليج وكثير من الدول الأفريقية والأسيوية. وبارتفاع عدد المغتربين تزايدت حاجاتهم للمعاملات الحكومية التي تقدمها السفارات لمواطنيها، إلا أن السفارات اليمنية كان لها دور سلبي في التعامل مع المغتربين اليمنيين في هذه الدول، تعامل غير مسؤول من موظفي السفارات وملحقياتها مع هؤلاء المغتربين، وتجاهل وإهمال متعمد لمعاملاتهم. لذلك عن الدور السلبي للسفارات اليمنية في الخارج وعرقلتها للمعاملات أو لمعاملات المواطنين سيكون المحور الأول من حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة. أما المحور الثاني من البرنامج سنناقش ظاهرة حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة وخطرها على المواطنين. ما الذي يدفع بالكثير من المواطنين إلى حمل السلاح في الأماكن العامة والأسواق؟ وما هو دور السلطات الأمنية في الحد من هذه الظاهرة؟ وما المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة السلبية في المجتمع؟ لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة في مواضيع هذه الحلقة من خلال الاتصال بأحد الأرقام الموضحة أسفل الشاشة. إذن الآن نستقبل أول اتصالات هذه الحلقة. معنا يوسف الحاج من روسيا، مرحبا بك يوسف، مساء الخير. أسعد الله مساءك بكل خير أخت أمل، وتحية لك للسادة المشاهدين. أهلا بك يوسف. إذن بحكم السنوات التي قضيتها في روسيا ربما كطالب، هل تعرضت لإحدى المواقف أثناء معاملاتكم مع السفارة في روسيا؟ البداية أشكر قناة بلقيس صوت اليمنيين على اهتمامها بقضايا المواطنين اليمنيين في الخارج. نريد أن نلخص الأمر في تعامل السفارة بشكل عام مع المواطنين اليمنيين في الخارج في روسيا. إن صح التعبير نقيم عمل سفارتنا في روسيا ب4/10، وسنسرد بعض التفاصيل على هذا الشيء. نجد مع الأسف تواجد سفارتنا فقط في الاحتفالات والمناسبات الرسمية لا غير، لكن في حال وجود مشكلة مع الطالب أو المواطن اليمني المقيم على الأراضي الروسية، نجد أن السفارة لا مبالاة ولا اهتمام من قبل السفارة ممثلة بالسفير الوحيشي. سأسرد بعض على عجالة بعض الوقائع التي تحدث معنا بشكل يومي في روسيا. مثلا كما حدث يومنا هذا مع زملائنا الأخوة العسكريين الضباط اليمنيين الخريجين في من الجامعات الروسية هذه السنة، كانوا اليوم في مبنى السفارة ورفعوا مشكلاتهم للسفير بأن فيزهم الدراسية شارفت على الانتهاء، وطالبوا أيضا منهم من السفير التحرك ووضع حل لمشكلة زميلهم عبد الله غسيس المعتقل في السجون الروسية. السفير لم يتجاوب معهم وطلب لهم قوة الأمن وتم إخراجهم من السفارة. هذا يعني أنه ماذا؟ يعني أن السفير استدعى الشرطة لطلاب يمنيين ضباط في الكليات العسكرية، طلاب درسوا في أعرق الجامعات الروسية، طلاب يرددون النشيد الوطني كل صباح منذ 6 سنوات وانتمائهم فقط لهذا البلد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمل ممنهج وإهمال ولا مبالاة وتشويه صورة الدولة والشرعية أمام الطلاب وأمام الجالية اليمنية والضباط اليمنيين في روسيا. وعليه نحن من خلال منبر قناة بلقيس نناشد رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري ووزير الخارجية ورئيس الوزراء وتوجيه السفير للقيام بمهامه أمام الطلاب والمواطنين اليمنيين في روسيا. نعم يوسف، بالحديث عن مشاكل الطلاب، قبل فترة كان هنالك خبر انتشر عن تعرض أحد الطلاب في روسيا للغرق على ما أتذكر، وتم انتشال جثته. يوسف، هل لديك أي أخبار عن الموضوع؟ هل تم التوصل إلى نتائج؟ هل تم إرسال جثته لليمن؟ ما الذي حصل بالقضية؟ ما أنا مطلع عليه حسب ما أعلنته رابطة الطلاب اليمنيين في روسيا، حادثة غرق زميلنا الفقيد الأخ الطالب
طالب مسعد قاسم في مدينة بيتربورغ الروسية رحمة الله عليه، لم تمارس السفارة أي دور، بل على العكس تم عرقلة الإجراءات التي يقوم بها بعض الزملاء نيابة عن السفارة في مدينة بيتربورغ. أيضا رفض السفير منح دعوة وفيزا لأخ الفقيد لحضور مراسم دفن زميلنا وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه. أيضا من بعض المشكلات التي نواجهها، لدينا مشكلة إصدار الجوازات في روسيا. هو لا يوجد لدينا إصدار جوازات في روسيا، ولكن من يقوم بمعاملة إصدار الجوازات للطلاب أو للمواطنين المقيمين في حالة ضياعها أو تلفها هم قيادة الرابطة في موسكو. يتم إرسال الطلبات عبر البريد السريع والمبالغ المالية إلى ألمانيا أو الأردن. أصبحت الرابطة اليمنية وأصبح المواطنون اليمنيون يقومون بدور السفارة بدرجة أولى، بل يفوق هذا الدور دور السفارة اليمنية. الطلاب الخريجين أيضا لدينا نقطة نضيفها، الطلاب الخريجين من الجامعات الروسية والمسافرين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن بحاجة إلى إصدار فيزة عبور عن طريق سلطنة عمان. أيضا المعاملة تتم عن طريق بعض الأخوة في موسكو. عن أي دور إيجابي نتحدث للسفارات في الخارج، وأخص هنا بالذكر سفارة الجمهورية اليمنية في روسيا. السفير يتنصل من أعماله، وفي حال تم الحديث معه يوجهنا إلى الملحق الثقافي. السفير يجهل الأعراف الدبلوماسية أن هناك أعمال يجب ممارستها من قبل السفارة، والملحقية الثقافية لها أعمال أخرى تقوم بها. نعم يوسف، برأيك ما السبب وراء كل هذا الإهمال والتقصير؟ السبب واضح وجليا للجميع، لا يوجد نظام معين تتبعه السفارة في التعامل مع المواطنين والطلاب والضباط والعسكريين المقيمين على الأراضي الروسية. لا يوجد أي نظام معين تتبعه السفارة، فقط نظام هوشلي إن صح التعبير. لا يوجد أي نظام دبلوماسي يتبعه السفير. السفارة فقط تكتفي بتجديد الجوازات، إصدار أوراق بسيطة، وتعميد شهادة التخرج للطلاب. السبب أيضا وراء الدور السلبي لعمل السفارات من وجهة نظري هو عدم وجود آلية عمل حقيقية، وعدم وجود رؤية للعمل الدبلوماسي. أيضا أضيف عدم الخبرة، فقد يتم تعيين شخص في مكان غير مناسب. عندما لا توجد خبرة ويتم تعيين شخص في مكان غير مناسب، هذه هي تكون النتيجة، كارثة إن صح التعبير. مرة أخرى نناشد الجهات المختصة، رئيس ابتداء من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية، أنقذونا من هذا الوضع. يجب التدخل بأسرع وقت. أصبح الطلاب والكيانات الطلابية ورابطة الطلاب اليمنيين تقوم بدور السفارة بل وأكثر. إذا يوسف الحاج كنت معنا من روسيا، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. اتصال آخر من محمد حاجب من الهند، مرحبا بك محمد، مساء الخير. نعم مساء الخير لك أختي ولجميع المشاهدين الكرام. محمد، أنت كمغترب في الهند، كيف تتعامل معكم السفارة اليمنية هناك؟ السفارة اليمنية هنا في الهند بشكل خاص وفي كل الدول الأخرى بشكل عام لها هناك قصور وهناك إيجابيات طبعا، لكن نحن نستطيع أن نقول بأن الأخطاء والفساد الذي يحصل بالسفارات يرجع إلى فساد وزارة الخارجية. فإذا صلحت وزارة الخارجية صلحت السفارات كلها، وإذا فسدت وزارة الخارجية فسدت السفارات كلها. فوزارة الخارجية بالنسبة للسفارات كالقلب بالنسبة للجسد، فإذا صلح القلب صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. يعني هناك محاسن لا بد أن نشيد بها، وهناك أخطاء ومآخذ يجب أن ننتقدها. عن سفارتنا في الهند أحدثك، هناك موظفون شرفاء يشيد الكل بتعاونهم، ومنهم مثلا القنصل محمد سعيد الشرعبي والقنصل يحيى غوبر متعاونون في كافة القضايا التي تصلهم، لا يتوانون لحظة واحدة في تقديم يد العون المساعدة لأي طالب، وكل الطلاب في الهند يشكرونهم ويثنون عليهم. وهناك موظفون آخرون لا يردوا على اتصالات الطلاب ولا يرد على رسائلهم في الواتساب ولا يرد على استفساراتهم، بل أنه وصل الحال بهم إلى درجة إغلاق الملحقية الثقافية في وجوه الطلاب. في الهند هنا سأعطيك مثال على خزان السفارة للطلاب. أنشأ الطلاب اتحادات فرعية في عموم الولايات الهندية، لم تعترف السفارة بأي اتحاد، ولم تبارك هذه الخطوة للطلاب، ولم تساهم في توحيد كلمة الطلاب ولم شملهم. بعد ذلك أعلنت الاتحادات الفرعية عن إنشاء اتحاد عام
لطلاب الهند، فخرجت السفارة ببيان في الفيسبوك أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، لتعيد إلى أذهاننا أحداث 2014 عندما وقفت الدولة على مسافة واحدة من الجميع حتى سقطت الدولة وسقط الوطن. عيب كبير في حق السفارة عندما تعلن السفارة عدم مباركتها لإنشاء كيان طلابي في الخارج، كيان طلابي واحد يضم كل الطلاب ويكون عونا للسفارة في حالة مشاكل الطلاب. عندما تعلن السفارة أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، هذا يعني أنها تبارك تفرق الطلاب، هذا يعني أنها تبارك تشتتهم وتبارك تفرقهم. محمد، يعني ما هي أبرز جوانب القصور في أداء السفارة اليمنية في الهند؟ ماذا بخصوص إصدار الجوازات وتجديد الجوازات وإعطاء الطلاب الخارجين تذاكر العودة؟ كانت هذه أبرز المشاكل التي اشتكى منها الطلاب في بقية الدول. ماذا بالنسبة للطلاب في الهند؟ نفس المشاكل هنا في الهند، نفس المشاكل، نفس ما ذكر أخونا في روسيا. الجوازات غير موجودة، تجديد جوازات فقط، لكن إصدار جوازات في الهند لا يمكن لأي طالب أنه يتمكن من الحصول على جواز جديد من السفر. الشيء الثاني، تذاكر عودة للطلاب المبتعثين غير موجودة منذ 3 سنوات. الشيء الثالث، رسوم الطلاب المبتعثين منذ سنتين لم يحصلوا على رسومهم. أشياء كثيرة يعانوا منها الطلاب جراء تصرف السفارة في الهند، ومثلها بقية السفارات في الدول الأخرى. محمد، كيف يمكن للمواطن أن يتدبر أمره في ظل هذا التقصير؟ إلى من يلجأ في حال لما تقوم السفارة بمهامها؟ كيف هو أداء مثلا الجاليات اليمنية؟ هل تقوم بالتعويض عن هذا التقصير؟ أعتقد أنه إذا لجأ الطلاب أو المغتربون في الخارج إلى الجالية اليمنية، فإنها لا، هي لم تستطيع أن تعوض التقصير، لكن سيكون لها دور بارز في حالة بعض المشاكل والقضايا. إلا أنه المفروض أن عند حصول القصور أو الفساد أو الأخطاء في السفارات، كان ينبغي على المغتربون في الخارج أن يوصلون أصواتهم إلى وزارة الخارجية، وعلى وزارة الخارجية أن تضع الحلول لكل المشكلات التي تحصل في السفارات. لكن المشكلة أن وزارة الخارجية يا فصيح لمن تصيح، إذا كان الخراب من الأعلى فلا تستطيع أن تلوم من هو. صحيح محمد، الأذنى. صحيح محمد حاجب، كنت معنا من الهند، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. اتصال آخر عفوا مشاهدينا الكرام من الصومال، حسين الحذيفي، مرحبا بك حسين. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. حسن، كيف الوضع في الصومال؟ هل يختلف أم نفس الحال؟ أعتقد أن الوضع هنا في الصومال مجري للغاية. الكثير من اليمنيين، يعني تجدين طوابير عديدة من اليمنيين الذين يعانون ويبحثون عن المعاملة. كنت أنا قد مررت بأكثر من 3 دول في أفريقيا، ووجدت عمل السفارات ولا الجاليات اليمنية يعني متعب جدا. لا أعرف ما هذا قصور الحقيقة. أنا أعتقد أن القصور هذا، أعتقد أنه قصور مرتب ومنظم له، لأنه مش معقول شخص موجود وعنده معاملة مرض أو معاينة أو إلى آخره يصبر، يعني يأخرون أو يؤجلوا معاملته إلى أكثر من شهر أو شهرين. لا، أشخاص أجدهم ينامون على الأرصفة، اللاجئين اليمنيين متعبين جدا يبحثون عن حقوق لهم بالاختبارات. طلاب يمنيين هنا في الصومال والله لا يجدون حتى مكان ينامون به. قمنا على بعض من الشباب الموجودين هنا في أرض الصومال بإيجار بيت كبير للطلاب من لأجل أن يقعدوا ويسكنوا ويجدوا مسكن حقيقي يسكنون فيه. ذهبنا إلى الجالية اليمنية هنا في أرض الصومال، تحدثنا معهم. الطلاب اليمنيين يتعبون كثيرا في يجدون مسكن، يجب أن نقف جميعا معهم، التجار الموجودين هنا، ونقف جميعا مع الجالية، نقف جميعا كلنا مع الطلاب، لكن لا حياة لمن تنادي. أيضا كنت في جيبوتي، والسفارة اليمنية في جيبوتي متعبة جدا. تخيلي أنهم يطلبون يطلبون رسوم مالية على المواطنين، رسوم مالية عالية من غير حتى سندات رسمية، يعني تجدي الفساد المالي والإداري في السفارة هناك في جيبوتي
مخيف مخيف جدا. يعني عوضا من أن يتم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد وتشرد الناس خارج الوطن، يتم فرض رسوم إضافية. حسين، طيب برأيك من المسؤول وكيف يمكن إصلاح هذا الوضع؟ حقيقة كما قلت كما سبق وقلت أن الفساد المالي والإداري في السفارات والجاليات اليمنية في دول المهجر، الفساد هذا أعتقد أنه فساد منظم ومرتب. يتشابهون في الأعمال، كل السفارات التي مررت أنا بها يتشابهون بالأعمال، تأخير، عدم مبالاة، لا مبالاة حقيقية، طرد اليمنيين من بوابة السفارات، إخراجهم من أمام بوابة السفارات، السب أيضا والشتم. يعني تنظري، أنا أقول أن المسؤول الأول والأخير عن هذه المشاكل التي تحصل لليمنيين في ارض المهجر هي وزاره الخارجيه، وزاره الخارجيه تتحمل المسؤوليه. نعم، اذا حسين الحذيفي كنت معنا من الصومال، اشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا في هذه الحلقه. اتصال اخر من وسيم العامري من بريطانيا، مرحبا بك وسيم، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بكم وبالساده المشاهدين. وسيم، أنت شخصيا هل مررت بمعاملة سيئة من قبل السفارة في البلد الذي تقيم فيه؟ أنا مريت بعدة دول حول العالم، مريت في أوروبا، أنا كنت قبل فترة في اليونان، ذهبت نعم. إلى القنصلية اليمنية، نحن في اليونان لا يوجد لدينا سفارة، يوجد قنصلية، ذهبت إلى القنصلية، كنت هناك مهتم بشؤون اللاجئين وبشؤون اليمنيين، يكون لا يوجد شخصية بارزة في اليمنية في اليونان ما عدا أنا، فذهبت إلى القنصلية فلم أجد القنصل. قالوا انه عند اخوه في ايطاليا، ثم انتظرت الى الاسبوع الاخر ولم اجده، ايضا قالوا عند اخوه في ايطاليا ولا ادري هل هو يتقاضى راتب من الدوله لكي يداوم في اليونان ام في ايطاليا. ايضا هناك الكثير من القصص، كانت وزاره الخارجيه ممثله بعبد الملك مخلافي، كان عبد الملك مخلافي انا مره راسلته يعني شخصيا وبدأ تجاوب معي في على بسبب طالب في المانيا وكذا، لكن وزارة الخارجية بعد تعيين اليماني لم يبدأ أي تجاوب. السفارة اليمنية أصبحت كنا نقول في السابق أنها لا يوجد اهتمام ولا مبالاة، لكن الآن أصبحنا موقنين أنهم ليسوا فقط لا مبالاة، أصبحوا يمارسوا عدوان على المواطن اليمني. يعني أنا لا أدري هل أرادونا أن نقف كلنا ضد شرعية عبد ربه منصور هادي، ولا ادري هل هم يعملون مع شرعيه عبد ربه منصور هادي ام مع سلطه الانقلاب. يعني في رمضان في الشهر الكريم فوجئنا بانتحار مواطن طالب في الهند، ثم اتت بعد فتره بعد هذه يومين اتى توضح من السفاره اليمنيه في الهند بان الطالب كان يعاني من حاله نفسيه. انا الطالب لم يكن يعاني من حاله نفسيه، بل السفير نفسه الذي هو يعاني من حاله نفسيه ويعاني من انفصام في الشخصيه وانفصام في الوطنيه، لا يعامل هكذا. وإذا كانت الطالب أتت له حالة نفسية لم تأتي له الحالة النفسية إلا من تعاملهم. الآن نحن نشاهد طوابير طويلة للمواطنين اليمنيين في السفارة اليمنية في القاهرة، لا يوجد طابعات، لا يوجد أوراق مكتوبة، يوجد أخذ أموال من المواطن بدون سندات رسمية. الآن السلطة الشرعية ليس لها وجود في اليمن، وجودها فقط سفارة حول العالم. الآن المواطنين اليمنيين غير موجودين، نزوح كبير الى دول العالم، والسفارات لم تقوم بالعمل الذي يجب ان تقوم به امام الضغط هذا من المواطنين، طوابير طويله، معاملات. الان من الذي يعني حتى اذا نظرت الى اصوات المواطنين في السوشيال ميديا، من الذي يمتدح سفاره خارجيه؟ ربما الناس تمتدح السفاره في ماليزيا وفي الاردن فقط، اما اغلب السفارات فهي لم يلقى منها المواطن. الان كل مواطن يلقى تعامل سيء او تعامل حسن نشاهده على الفيسبوك، كل الناس تكتب، لم نراهم يكتبوا الا على السفير في الاردن او السفير في ماليزيا. وانا اعتقد يعني مع احترامي اسوء مثال يعني شفنا وشاهدنا امامنا السفاره في روسيا، يعني اذا طالب الطلاب بمستحقاتهم او بحقوقهم او كذا او ناشدوا السفير، ذهب السفير لياتي لهم بالشرطه. هل يوجد سفاره بالعالم تذهب الى يعني تطلب الشرطه للمواطنين؟ هذا لا يوجد الا احنا، يعني احنا كيمنيين احنا نشكو من تقصير دول العالم معنا والمعامله الدنيا، وبينما نحن نلقى المعامله الدنيا من مسؤولينا ومن رؤسائنا ومنهم
المفروض يفترض عليهم انهم يكونوا معاملتهم معنا معامله كويسه حتى يفرضوا امام يفرضوا للعالم انهم يعاملونا معامله جيده. صحيح وسيم، إذن شكرا جزيلا لك وسيم العامري، كنت معنا من بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا. الآن مشاهدينا الكرام نذهب لاستعراض المشاركات والآراء التي وصلتنا عبر الواتساب. أصبح المواطن اليمني في الخارج يعاني من الكثير من المشاكل، من ضمنها مشاكل السفارات والملحقات الثقافية، سواء كان طالب أو كان عامل أو كان موظف أو تاجر، أصبح يعاني من الإهمال وعدم التجاوب وعدم الرد حتى على مستوى أبسط خدمة وهي خدمة الرد على المكالمات لا يتم الحصول عليها. أيضا بالنسبة أيضا قضية الطلاب تعتبر من ضمن القضايا أو المشاكل التي يعانيها المواطن اليمني في الخارج، لا يتم إنزال أسماء بشكل تعسفي من قبل بعض السفارات والمحكمة الثقافية في الخارج ومن جهة، أيضا من جهة التعليم العالي من جهة أخرى، وأيضا عندما يتم طباعة مذكرة في الملحقية الثقافية أو السفارة يتم طباعتها في يوم أو يومين للطالب أو لأي شخص كان، ولكن لا يتم إرسالها للتعليم العالي إلا بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، والرد ما يجي إلا بعد شهرين أو شهر هذا إذا ردوا عليه، فهنا يصبح نوع من الإهمال ونوع من عدم التجاوب أو التعاون بين السفارة والمواطن اليمني في الخارج. فإن دور السفارة السلبية للغاية، ومنها أن سعادة السفير استحدى قانون من ذات نفسه، ليس لديه أي مخولات على الرغم متعلله، لأن لديه توصيات من الداخل بأنه يمنع أو يغلق أبواب السفارة أمام أبناء الطلاب والمواطنين في باكستان، بحيث أن أي طالب لديه معاملة أو أي مواطن يطرح معاملته في الشباك وينتظر في الشارع العام حتى تنجز معاملته ساعة ساعتين ثلاث لا يهم السفير. لهذا يعني لا زال القرار هذا قائم رغم محاولاتنا مرات تلو المرات بإقناع السفير بأن هذا خطوة يعني مرفوضة من قبل الطلاب والمواطنين بشكل عام، بحيث أن الطالب أو المواطن اليمني يمكن أن يدخل أي سفارة، وعلى سبيل المثال سفارة عمان في باكستان، ويستقبله ويدخل إلى السفارة وتنجز تأشيرتك أو معاملتك، يعني بالمختصر ممكن أي مواطن يمني يدخل أي سفارة في باكستان عدا سفارة بلده الذي هي الملاذ الوحيد. إذن مشاهدينا كان هذه بعض الآراء والأطروحات التي وصلتنا من بعض الطلاب من عدد من الدول. اتصال آخر الآن من مصر، حسام المليكي، مرحبا بك حسام، مساء الخير. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. حسام، كيف الوضع في مصر؟ كيف هو أداء السفارة اليمنية في القاهرة؟ بداية أود أن أشكر قناة بلقيس على إتاحة هذه الفرصة لنا والتحدث بموضوع مهم يهم جميع المغتربين اليمنيين في الخارج، وهو دور السفارات اليمنية تجاه المغتربين سواء كانوا طلاب أو خرجوا من أجل العلاج. كشاهد عيان هنا أنا في مصر رأينا هناك الكثير من الحالات التماطل مع المغتربين اليمنيين الذين يعانون كثيرا، سواء انهم كانوا جرحى او كانوا طلاب او كانوا يحتاجون الى معاملات رسميه او خطابات حتى او خطابات الى جهات مسؤوله لكي يتم حل مشاكلهم. راينا الكثير من المحسوبيه تجاه المواطنين، نفس الاسلوب نفس الاساليب التي نعاني منها في اليمن من محسوبيات على اساس مناطقي او على اساس سياسي، يعني اذا انت كنت من حزب سياسي تتبع لنا ممكن ان نساعدك، ولا يوجد هناك تعامل متساوي مع جميع الطلاب او مع جميع المغتربين، والعمل الجاد اننا في وضع متوتر وفي وضع حرب وفي وضع استثنائي يحتاج الجميع الى بذل جميع الجهود لحل مشاكل المغتربين اليمنيين. هذا من الجانب الخدمي او حل المشكلات. القسم الثاني والذي اعتقد انه قضيه مهمه يجب ان تتحملها الجانب الدبلوماسي والسفارات اليمنيه في جميع انحاء العالم، وهي قضيه ايصال القضيه اليمنيه المغيبه دوليا، حقيقه الصراع في اليمن، حقيقه الحرب. للاسف الشديد رأينا الحوثيين عبر ما يمكننا أن نسميه الهاشمية السياسية ولوبياتهم
في المحافل الدوليه استطاعوا ان يشوهوا او او او, أو نقلوا صوره مغايره لحقيقه الحرب في اليمن. اعتقد انه تقع مسؤوليه تاريخيه على جميع السفارات اليمنيه في الخارج وعلى جميع الدبلوماسيين اليمنيين في ايصال حقيقه الصراع الحاصل في اليمن والرد على التزييف الذي يحصل والرد على الكثير من الاكاذيب التي تطرح حول القضيه اليمنيه. بعمل الورش، بعمل المؤتمرات، بالتخاطب مع الجهات الدولية، والتركيز أن هذا الجانب وهذا الدور الذي ستقوم فيه الذي ستقوم به السفارات قد يؤدي إلى حرك الكثير من النقاط. نعم حسام، هل تقوم الجالية اليمنية ولو قليلا بسد هذا القصور؟ أين يلجأ المواطن اليمني في القاهرة في حال عدم استقباله من قبل السفارة وحل مشكلته؟ ما البدائل المطروحة أمام الناس حسام؟ أعتقد أننا بطبيعتنا اليمنية من الداخل ونحن ما تربينا عليه بسبب الترابط الاجتماعي الموجود في اليمن يلجأ الناس إلى بعضهم البعض. نجد التجربة اليمنية في الداخل تكرر هنا في الغربة. يلجأ اليمنيين إلى بعضهم البعض، إلى علاقاتهم، إلى الأصدقاء الموجودين هنا. السؤال عن كيفية حالة القضايا، السؤال عن إذا حصلت له مشكلة معينة كيف يجب أن يتعامل مع من يسأل. تتحول هذه القضايا إلى مساعدات اجتماعية بين الناس، بين أوساط المغتربين. صحيح حسام المليكي، كنت معي من مصر من القاهرة، أشكرك لمشاركتك معي في هذه الحلقة. اتصال آخر من ماليزيا معنا فاروق سعيد ثابت، مرحبا بك فاروق، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور والعافية. فاروق، كيف الوضع في ماليزيا؟ كيف هو أداء السفارة اليمنية في كوالالمبور؟ والله الوضع بشكل عام يعني احنا نقول انه في عدد كبير من أبناء الجالية اليمنية إلى جانب الطلاب والعاملين هنا واللاجئين، يوجد أيضا نازحين، لأنه خاصة بعد سنوات الحرب ماليزيا فتحت الباب للنازحين ومنحت فيزا اللي هي يعتبر السوشيال فيزا اللي هي الفيزا الاجتماعية، ودخل من اليمنيين عشرات الآلاف في ماليزيا. وفي الآونة الأخيرة توقفت هذه واستؤنفت بشروط معينة، لكن بشكل عام لمنياتي أيضا توقفت، لكن ما يزال هناك أكثر من 10,000 موجود في ماليزيا، وهؤلاء يعني يذهبون إلى السفارة ذهابا وإيابا، يعني كل يوم هناك معاملات وهناك كم هائل من اليمنيين، المئات يوميا نراهم، لكن ما يلاحظ في السفارة لا نستطيع أن نقول أنهم يصنعون المعجزات. وبالمثل أيضا هناك جوانب قصور تتعلق بأن السفارة واقعة في دولة دوامها إلى الساعة 6 مساء، إلا أن السفارة رغم الكم الهائل والموظفين الموجودين، أيضا من الكم الهائل من الموظفين الموجود لديها والكم الهائل من المواطنين الذين يذهبون للمعاملة، السفارة تقوم بإغلاق أبوابها أو إغلاق قبول المعاملات أو منح الأرقام من الساعة 12 ظهرا، وهذا يجعل الناس يذهبون مرارا، لان المعامله احيانا يعني تنتهي وما يزال المواطن منتظر فيضطر الى العوده مره اخرى. يعني كما ان ايضا هناك معاملات في قضايا السبيشال باس، كما ان هناك معاملات في الكسر، هناك معاملات ايضا في قضايا منح الجوازات، يعني هناك ثقل كبير على السفاره. وملاحظ ايضا ان السفارة في الاونه الاخيره ايضا اكثرت من الشبابيك والابواب والحواجز والسواتر الحديديه، على عكس ما كنا نعرفها. كانت السفاره يعني في السابق، نحن لنا 10 سنوات في السفاره، لم تكن بهذا النحو، لكن الان كثرت الشبابيك والابواب وكاننا في مصلحه تابعه لوزاره الداخليه وليست هيئه دبلوماسيه، لكن ربما ربما نقول ربما هؤلاء يعني عملوا يعني هذا الامر بسبب انه الازدحام الشديد وما الى ذلك، لكن نعم. فاروق، في كل الاحوال هناك فاروق، مقارنه بسفارات الدول الاخرى، كيف ترى الرسوم المفروضه من قبل السفارات اليمنيه؟ ايوه، كان السؤال المناسب سالتي، وانا كنت اتطرق الى هذه الفقره. هناك رسوم وجبايات كبيره
وهناك دخل كبير من قبل هؤلاء، لأنه بحكم الآن أصبحت ماليزيا محطة عبور بحكم قبول اليمني للدخول مدة 3 أشهر. مدة 3 أشهر تسمح له للوقوف وتقديم أوراقه، سواء الداخلين إلى السفارة الأمريكية، يعني الداخلين الأمريكي عبر السفارة الأمريكية من ماليزيا، أو إلى أوروبا الذين لديهم معاملات أو كذا. فتجدين يعني الناس يترددون سواء بالتوكيلات أو كذا، وهذا يعني صنع دخل كبير. وبالمقابل أيضا هناك جبايات، أنا شعرت السفير شخصيا، لكن لما نرى أي تجاوب، ما زالت الخطبة هي الخطبة والجمعة هي الجمعة، هناك دخل كبير لا نعلم. طبعا الأسناد التي يتم منحها ليست أسناد صادرة رسمية من وزارة المالية، ولكن أسناد داخلية تابعة للسفارة. فما نزال نطرح السؤال، لم نتأكد هل هذه الجبايات تذهب إلى صالح خزينة السفارة، أم أنها تذهب إلى خزينة وزارة الخارجية، أم تذهب إلى خزينة وزارة المالية، رغم أن الآن تعتبر وزارة الخارجية وسفارتها في الخارج معزولة كل العزل، بشكل عام حكومة الشرعية معزولة كل العزل عن بعضها، والسبب يعني بسبب الوضع الحرب في البلاد، وسبب أنهم يعني كما قال الشاعر: إن جسمي كما علمت بأرض، وفؤادي وساكنيه بأرضي. نعم، شكرا لك فاروق. فاروق سعيد ثابت كنت معنا من ماليزيا، شكرا لك، شكرا لمشاركتك معنا بهذه الحلقة. اتصل آخر من أسامة وطنين من اسطنبول. مرحبا بك أسامة، كيف هو الوضع في اسطنبول؟ كيف هو أداء السفارة اليمنية هنا؟ كان من الملاحظ أن الشكوى أقل مقارنة بقية الدول. تحية لك ومشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. مع الأسف لا يوجد دور إيجابي للسفارات اليمنية في الخارج إلا ما ندر، فأصبح دور السفارات اليمنية في الخارج سلبي في نظر اليمنيين، لا سيما اليمنيين الذين يعيشون في الخارج. نعم. أختي الكريمة، بعد انشرد ميليشيا الحوثي اليمنيين من أوطانهم، لجأ الكثيرون منهم إلى دول الخارج، فكانت الصدمة لهؤلاء عندما تفاجأوا بعصابات داخل السفارات لا تختلف عن عصابات الحوثي إلا في اللباس، فالأولى تلبس بدلة رسمية والثانية تلبس آلي وجعبة، أما السلوك فهو نفس السلوك. والكارثة الكبيرة أن السفارات اليمنية فعلا مخترقة من قبل ميليشيا الهاشمية السياسية، وهم ما نشاهده اليوم دور ضعيف وهزيل للسفارات أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، لا يتناسب مع المرحلة التي نمر بها. من المفترض أن دور السفارات في الوقت الحالي لا يقل أهمية عن دور الجيش الوطني، فكلاهما في مهمة مقدسة وهي استبداد وطن من أيادي الميليشيا. صحيح. لكن مع الأسف أغلب الموظفين في السفارات لا يدركون أهمية عملهم، فينظرون لمثل هذه الوظائف كرحلة سياحية، ولا يريدون أن يقومون بأي عمل أو يستقبلون أي شكوى من شكاوى المواطنين. ويعود السبب في أن الطريقة التي جاءوا بها إلى وظائفهم غير شرعية، فإما عن طريق المحسوبية أو عن طريق بعض الأحساب، عن طريق بعض الأحزاب التي دفعت بهم دفع لمثل هذه الوظائف، وهم لا يعرفون شيء في أبجديات عملهم. مع الأسف ما زالت السفارات تحمل معها أمراض الحزبية والمناطقية والشلالية، كذلك وعاهات المصلحة للأسف. إذا كان المسؤول يتخور هذه الوظيفة خوره ويشترط عليهم إما أن يعينوا في دولة أوروبية أو دولة عربية، يعني فماذا ننتظر منهم؟ نعم. دعينا من هذا الأمور الكبيرة التي لا تتناسب مع حجمهم وحجم اهتماماتهم، ودعينا نتحدث عن الأمور البسيطة التي على مستوى الرد على الاتصالات والتجاوب مع الحالات الطارئة. ولكن أن تتخيلي أن يكون المواطن في غربة ويحتاج من السفارة استفسار في أمر هام، ويمر الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع ولم يتم الرد على اتصاله، فأغلب الموظفون لا يلتزمون بالدوام الرسمي، وخصوصا في السفارات التي لم يتم تعيين سفير فيها. كذلك التهاون في قضية المواطنين المصيرية، عندنا على سبيل المثال في مدينة بولو التركية قبل 10 أيام حاول الطالب الانتحار لولا أن تداركه الزملاء في اللحظات الأخيرة، والسبب يعود لظروفها المالية السيئة بعد أن تردد على السفارة أكثر من مرة طالب فيها مساعدات مالية بدون فائدة. لم يتوقف الأمر إلى هنا، إلى حد الآن لم يتم النظر في أمره والتجاوب معه مطلقا. أسامة طنين كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، باتصال أسامة نختتم المحور الأول وننتقل الآن إلى المحور الثاني من الحلقة، والذي سنناقش فيه ظاهرة حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة وخطرها على المواطنين. ما الذي يدفع بالكثير من المواطنين إلى حمل السلاح في الأماكن العامة والأسواق الشعبية وما وغيره، وما هو دور السلطات الأمنية في الحد من هذه الظاهرة،
وما المخاطر الناتجة عن هذه الظاهرة السلبية في المجتمع؟ نستقبل أول اتصالات هذا المحور. معنا من مصر أحمد القاضي. مرحبا بك أحمد، مساء الخير. مساء النور والسرور. أحمد، إذن برأيك ما الذي يدفع الناس إلى حمل السلاح؟ أتحدث خاصة عن المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الشرعية. هنالك محافظات كثيرة كانت معروفة بأنها مسالمة ولا ليس لديها هذه الظاهرة، ظاهرة حمل السلاح. الآن أصبح الكل يحمل السلاح. الوضع الانقلابي في اليمن او منذ ان اسقط الانقلابيين اليمن، نعم، والوضع المالي خاصه يعني ضعيف جدا، مما يدفع بعض المواطنين الى حمل السلاح لفرض الاتاوات وفرض سلطه امر واقع حتى يحصل على المال بطريقه غير شرعيه. وهذا مصطلح يطلق عليه يعني المتصدعين بشكل عام، فيضطر بعضهم إلى أن يعسر الناس أو يقتل الناس أو يفرض نفسه بالقوة ويفرض ضرائب وإتاوات لكي يتحصل على المال، لأن الوضع في البلد يعني منهار جدا. والأصل أن دور السلطات المعنية ملاحقة هؤلاء وزجهم في السجون والحد من هذه الظاهرة. يعني الآن نحن نلوم الإنقلابيين أنهم أسقطوا الدولة بطريقة غير شرعية، أخذوا سلاح الدولة وانقلبوا عليها وجعلوا الحكومة في المنفأ. فنأتي في المناطق التي هي في الأصل محررة، الأصل أن تحكمها دولة ممثلة في إدارة الأمن والشرطة العسكرية وغيرها. فنأتي لكي نمارس نفس الوضع الذي يمارس في مناطق الإنقلاب. إذا لا يوجد هناك أي فرق بين المناطق الإنقلابيين والمناطق المحررة إلا في التسمية فقط. ما يحصل خاصة في تعز، في كل مرة تحصل معركة على الأسواق، معركة على الضرائب، هي نتاج لغياب الدولة الحقيقي. ونحن نطالب الآن بعودة الدولة والضرب يد الحديد على كل رجل خارج عن القانون. نعم أحمد، إذن في ظل هذا الوضع والانفلات الأمني وغياب السلطة والحكومة الشرعية على أرض الواقع، كيف يمكن معالجة هذا الخلل؟ كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ تشكيل لجان شعبية ولجنة توعية، وأن يضبط المواطنين أنفسهم بأنفسهم. يعني يجب أن يحدوا من استخدام السلاح في غير موضعه. يجب أن يكون هناك يعني قوة رادعة من الدولة نفسها، وعي مجتمعي من المواطنين أنفسهم، لأن الآن نحن في غياب دولة تام، وخاصة في محافظة تعز يقول غياب المحافظ الذي لا يتردد على المحافظة إلا نادرا. فيجب أن يكون هناك تشكيل لجان شعبية من المواطنين أنفسهم لمنع استخدام السلاح إلا لمن كان لديه ترخيص أو من الدولة. ويجب أن يكون هناك تعاون من إدارة الأمن، ويجب أن تزال الحزبية والمناطقية والعصبية والفئوية كما يحصل. يعني إلى الآن هناك مجرم في تعز اسمه غزوان المخلافي لم يستطع أحد ردعه، بينما بالحقيقة أن هذا الأخ أن هذا المسمى غزوان المخلافي مدعوم من جهات رسمية في جهات معنية مناطقية وجهات حزبية، يعني لدرجة أن إدارة الأمن قبل فترة تقول أنه في مناطق تحمل الإنقلابيين، ثم إذا يجب الآن في اعتقل قيادات حزبية. يعني يجب أن يكون هناك وعي تام من المواطنين أنفسهم بأن هذا الذي يحصل غلط في غلط. يجب أن تنتهي الحزبية والمناطقية والفئوية والعصبية من داخل المواطنين أنفسهم. يجب أن تحد من هذه الظاهرة، هذه الظاهرة خطيرة خاصة في محافظة تعز التي كانت تعتبر مدينة العلم والثقافة والآن أصبحت مدينة الخراب والدمار. ما الذي يريد تعز بالضبط؟ صحيح أحمد، يجب على الحكومة الشرعية والتحالف أن يضربوا بيت الحديد لتأمين هذه المنطقة. مدينة تعز تعتبر قلب اليمن النابض، يجب أن يحد هذه الظاهرة وهي استخدام السلاح في غير موضعه. صحيح أحمد القاضي، كنت معنا من مصر، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من السعودية، نبيل الفقيه. مرحبا بك نبيل، مساء الخير. سلام الله عليك يا أخت أمال وعلى الجمهور الكريم. أهلا بك نبيل، برأيك من المستفيد من تحويل المجتمعات المدنية والسلمية إلى هكذا مجتمعات؟ كان هنالك مناطق نبيل مثل سقطرة والمهرة حمل السلاح فيها كان يعتبر عيب. من المستفيد في كل هذه التحولات وتفخيخ المجتمع بهذا الشكل؟ المستفيد الوحيد هم أصحاب المشاريع الصغيرة،
الذين دائما يناهضون الدولة. أولا إذا جينا نحلل المشكلة من أساسها، هذه ثقافة جلبتها الحرب وهذه ويلات الحروب وسلبية الحروب. وكذلك وكلنا يعرف أن من انقلب على الدولة لم يكن حزب ولم تكن حكومة سابقة ولم تكن فئة، بل كانت جماعات تحارب لها 7 سنوات، مخزون سلاح وفكرها في السلاح وفكرها في الموت. انتشرت هذه الثقافة في المجتمعات سواء في صنعاء أو المناطق التي الآن هي محررة وغيرها، كما تشير أنت في كلامك سابقا سقطرة وغيرها. أضيف لك عدن، كان عدن أجمل المدن اليمنية، لا تجد فيها من يحمل حتى إذا حدثت مشاجرة أو حدثت كي، الآن تحولت من الآتين إلى الجبال وغيرها ومحملين الأسلحة وكذا، ولا وغيرت وجه عدن تماما. هذه ثقافة هي صحيح أن اليمنيين كان كل في بيته كما تشير تقارير 60 مليون قطعة سلاح، بمعنى أن كل فرد يملك 3 قطع أسلحة قبل، لكن لم تكن بهذا الرواج يعني الذي يحدث في المدن. شيء معيب، شيء مخزي، شيء يعني لا يمد للثقافة اليمنية وغيرها أنها ثقافة وغيرها يعني تجد في الأعراس، كم ضحايا في الأعراس، كم ضحايا في بسبب حملة سلاح. كذلك انتشرت الجريمة وتسهلت الجريمة، يعني عندما تشاجر أحد في الشارع مع بعض على طول السلاح موجود وتحدث الجريمة. هذه ثقافة أعتقد لا الناس يبرز لديهم، وكذلك يتنافسون في الأشياء التي تمد للحياة، ونحن نتنافس في من يحمل الشيء الذي يؤدي إلى الموت. يعني ثقافة متأخرة جدا، همجية في بعض الأحيان في تفكير عند من يحمل السلاح، تجد الأطفال وغيرهم يعني من خلال منذ الحرب، دعينا نترك الحرب جانبا بحكم أنها جبهة لجبهة وغيرها، لكن الجرائم التي انتشرت في المدن والمجتمعات جرائم فظيعة. يعني أحد يقتل زوجته مع أولاده والآخر للأسف دهمني الوقت، يعني نعم نبيل أعتذر منك ولكن انتهى وقت الحلقة، لم يعد لدي غير بضع دقائق لأقرأ تعليقات الناس في الفيسبوك. شكرا لك نبيل الفقي، كنت معي من السعودية. مشاهدينا الكرام نستطلع الآن بعض تعليقات المشاهدين حول المحور الثاني. حمل السلاح من أخطر الظواهر المنتشرة في مدينة تعز بسبب عدم وجود الأجهزة الأمنية وبسبب الانفلات الأمني الموجود داخل المدينة حتى وقت مبكر. ظاهرة حمل السلاح في الأسواق تأتي كرد فعل وتسبب الكثير من الجرائم التي اشتهرت داخل المدينة. ظاهرة حمل السلاح هي سبب رئيسي للكثير من الجرائم المنتهكة بحق المواطنين وبحق باعة العربيات وبحق المقاوتة وبحق أي إنسان بسيط يمشي في الشارع. ظاهرة حمل السلاح طبعا هذه الظاهرة اللي أتعبتنا وأتعب الكثير من المواطنين في محافظة تعز، وكادت أن تنتشر أو تكسح أرض محافظة تعز. ونقول للجهات المعنية إلى متى سيتم حمل السلاح في تعز، وإلى متى ستظل هذه المهزلة التي الصغير والكبير وحتى الشيخ العاجز عن المشي يحمل السلاح؟ ولماذا أيضا يعني ما الدافع من حمل السلاح؟ هل للدفاع عن النفس أم للدفاع عن ماذا؟ لا يوجد دفاع أصلا، نحن إذا كان هناك وعي أصلا لا يوجد لحمل السلاح، فالسلاح مخصص للأمن والقوات المسلحة فقط، هذا ما يدعو لحمل السلاح. لكن صارت عندنا في محافظة تعز حمل السلاح مثل ما نقول للمفاخرة أو للتباهي به أنه قوي وأنه يستطيع عمل أي شيء بهذا السلاح، وله مخاطر عدة، فكلما خطر في باله أن يؤذي أحد قام وأخرج وأشهر سلاحه عليه. ونتمنى أن نصل إلى مرحلة من العقل والوعي أن السلاح ليس ثقافة، السلاح دمار وليس السلاح دمار وليس ثقافة لحمله أو للتباهي به، فلنتباهي بالقلم والعلم. مدينة تعز مرت بظروف قاسية نتيجة للانقلاب الحوثي على الشرعية، فكان المواطنون هنا في مدينة تعز مضطرين لحمل السلاح للدفاع عن هذه المدينة في وجه الانقلابيين، وكانت من هنا ظاهرة حمل السلاح، وبدأ حمل السلاح
في الشوارع في بعد ذلك، وكانت هذه الظاهرة تثير حفيظة المواطنين لأن المقاومة كانت قد أدمجت بالجيش، وكان لابد على أفراد الجيش أن يرتدوا المير العسكري حتى يشعر المواطنين بالأمان. ولكن ما نشاهد اليوم في الأسواق وفي الشوارع هو انتشار لمسلحين بزي مدني بشكل ميليشياوي يثير الخوف والرعب لدى المواطنين. الحل لهذه المشكلة هو أن تتحمل الألوية العسكرية مسؤوليتها في ضبط أفرادها وعدم تسيبهم في الشوارع والأسواق العامة، وأيضا على الأجهزة الأمنية أن يكون لها دور بمتابعة هذه الظواهر. تعتبر ظاهرة حمل السلاح من أخطر الظواهر التي انتشرت في مجتمعنا الحالي أثناء المرحلة التي تمر بها البلاد، حيث أنه يوجد الكثير من يريد أن يتباهي بنفسه أو هكذا من هذا القبيل، يأتي باثنين مسلحين معه انتشار والذهب في الأسواق والتعدي على ممتلكات الآخرين من السلاح، وهذه تعتبر أحد الظواهر الخطيرة داخل المجتمع. إذا أرادها أي شيء من شخص آخر يقوم بالتهديد بالسلاح، فهذا يعتبر من أكبر الخطر على المجتمع انتشاره بشكل غير طبيعي، والمفروض أن نحن كمدينة ثقافية. إذن مشاهدينا الكرام بهذه الآراء القادمة من محافظة تعز نختتم هذه الحلقة من برنامج المنصة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكركم على حسن المتابعة، والشكر موصول من معد البرنامج عمر النهبي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.